هل يعني يقول إذا كان وقت الظهر كنت قصدك مفهوم، لكن السؤال خطأ. لو قلت مثلا سمعنا من بعض الناس أو بعض العلماء أو بعض المشايخ أنهم يفسرون طول العمر هنا بغير ما يدل عليه ظاهر الحديث، كان أليق وآدب بالنسبة لكلام الرسول الصريح، لا سيما وهناك حديث آخر وهو منه أشهر وأصح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسى له في أجله وينسى له في رزقه فليصبر رحمه. من أحب أن ينسى له في أجله وينسى له في رزقه فليصبر رحمه. من عجائب التأويلات التي لا يكاد ينقضي عجبي من صدور ذلك من بعض أهل العلم تأويلهم بهذا الحديث والذي قبله، لأنهم يقولون ليس المقصود إطالة العمر حقيقة، وإنما المقصود المباركة في عمر هذا الإنسان. ولماذا يتأولون هذا التأويل؟ يتأولون التأويل بحجة قائمة على تأويله، ذلك لأنهم يقولون لأن العمر محدود والرجل رزق مقصود، وهذا مثال في أحاديث التي فيها أن الجنين قبل أن يطق في الروح ويجي الملك ينطق في الروح يسأل ربه عن سعادتي وشفاعتي وأجله ورزقه رزقا. فإذا العمر محدود والرزق مقسوم، فكيف يعني يقال أن العمر يطول والرزق يتوسع عليه؟ لذلك تأولوه بذلك التأويل. وماذا يتعجبي هو أنه لا يمكن لمسلم أن يقول ما تأوله إلا ما يقوله فيما تأوله، أي البركة نفسها هي أيضا محدودة ومقسومة، وأولك في الله المقول لا تتغير ولا تتبدل. فإيش الفائدة من فعلنا أنه مقصود البركة في العمر والبركة في الرزق؟ هو البركة في الرزق في العمر هذه حقيقة، لأن يعني كثير من الناس كما تعلمون يأتيهم الرزق الواسع، ولكن ما بين عشية وضحى يصبح صفر لدين. صحيح هذا الحديث بركة، لكن نقول لماذا تأويل طول العمر وسعة الرزق بالبركة؟ والبركة أيضا محددة، أيضا ما استفدنا شيء من هذا التأويل مرارا من الإنسان الذي يوردوه على أنفسهم، أي في تأويل ماذا يقال لهم مكانة رابح لا يتقدم إطلاقا. فما الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح هو ما جاء في الحديث صلاحا، أي الرزق يوسع على صاحبه بخلق الحسن والغاصب أقاربه وعمره يطول. وكيف ذلك العمر محدد؟ الجواب بسيط جدا، لو كنتم تعلمون جواب السعادة والشقاء، السعادة والشقاء ليست محددة أيضا. طبعا قد قيل للرسول صلى الله عليه وسلم
أعمالنا هذه عن سابق عن قدر مال، أما الأمر إذن؟ قال لا، بل عن قدر مال. قالوا له ففيما العمل؟ قال يعملوا كل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار.